مع ضرورة التوصيات الطبية والصحية بالرضاعة الطبيعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لأنه حليب الأم هو الغذاء الأساسي والرئيسي للأطفال وكمان لدعم جهازهم المناعي. عم تقلق الأمهات بهاي الفترة من انتشار فيروس كورونا وتعرض الأطفال لإله. اليوم رح نقدم لك دليل إرشادي حول تعامل الأم المرضعة مع طفلها في ظل انتشار فيروس كورونا. السؤال الأول، هل ممكن ينتقل فيروس كورونا بحليب الأم إلى الطفل الرضيع؟ الجواب، لحد الآن ما عندنا أي معلومات تثبت انتقال فيروس كورونا من الأم المصابة إلى الطفل الرضيع من خلال الحليب. بس إذا الأم عندها شكوك بإصابتها أو عندها أعراض هذا الفيروس، فمن المهم تعرف إنها ممكن تنقل هذا الفيروس عن طريق رذاذ الأنف أو رذاذ الفم أو لمس الطفل، وبهاي الحالة نتجنب الرضاعة الطبيعية المباشرة وممكن نعبي الحليب بأناني وحدة تاني يعطيه للطفل. السؤال الثاني، ما هي الإرشادات الوقائية لحماية الطفل الرضيع؟ الجواب، حتى تستمر الأم بتعزيز مناعة طفلها من المهم تستمر بالرضاعة الطبيعية، وما في أي مشكلة إنه الأم ترضع طفلها إذا ما كانت هي مصابة أو ما عندها أي أعراض، بس لازم تأخذ بعين الاعتبار إجراءات الوقاية المكثفة، واللي هي اغسلي إيديكي بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية قبل ما تحمل الطفل أو تلامس الطفل الرضيع. من المفضل إنك تلبسي الكمامات اللي بتغطي الفم والأنف أثناء الرضاعة الطبيعية. في حال كان هناك موانع للرضاعة الطبيعية، فمن المهم عند اللجوء للرضاعة بأناني الحليب أو زجاجات الحليب الحرص على تنظيفها وتعقيمها قبل وبعد الاستعمال. وعندنا طرق التعقيم المختلفة اللي هي ممكن تكون الغلي بالماء أو عن طريق التعقيم الكهربائي بالأجهزة الخصوصية لزجاجات الأطفال. احرصي كأم مرضعة إنك تنظفي وتعقمي كل إشي بتلمسه إيديكي وإله علاقة بالطفل، مثل طاولات الغيار أو كرسي البيبي أو أدواته المختلفة بشكل دائم. مع قلة توافر المعلومات عن فيروس كورونا وانتشاره وتطوره بشكل عام وخصوصاً عند الأمهات والأطفال، تبقى سبل الوقاية من غسل الإيدين وغيرها وتنفيذها من قبل الأمهات هي أفضل طريقة لحمايتنا وحماية أطفالنا.